خيبة الأمل والفشل بتجارب الحياة العملية أحد المراحل اللي بيقطع فيها أي شاب أو صبية بالحياة. هاي المرحلة والقدرة على إعادة بناء الذات والخبرات الصبا يمكن تكون هي الأهم بالحياة لا تجاوز المشاكل اللي ممكن نتعرض لها. صح بشار، ولما دخلنا وبدينا بسوق العمل يعني بالدرجة الأولى شفنا أنه الإنسان بيتعلم من تجربته الشخصية، وهي صارت يعني تيمة عامة وكل الناس بتقولها، ولكن في أشخاص قطعوا كمان خطوة لقدام وبيقولوا لا منتعلم من تجارب غيرنا. اليوم نحن حنتعلم من تجارب أهل الاختصاص ورأيهم بالمبادئ والأساليب والطرق الصحيحة لحتى نحن نقدر نبني مسيرة مهنية وأيضا نحقق الذات بشكل منطقي مدروس. مع الدكتور أحمد سفنجي خبير التنمية الإدارية حنحكي اليوم بهاي التفاصيل. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم وأوقات الأخوة المشاهدين. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بالبداية إذا نعطي شرح لموضوع التجارب القاسية على الشخص وبنشرحها بطريقة مبسطة. يعني حضرتك بتعرف أن رب العالمين ما خلق الحياة هي مفروشة بالياسمين ولا بالورود، يعني خلقها وهي فيها صعاب، ولا مرة مشيت بطريق إلا عم بدك تلاقي فيه مطبات وناس تسحبك لورا وناس تخبرك بعد هالعمر شو بدك، وناس تقول لك الطريق الصعب والمشوار، وبعدين شو ما عملت على شو راقد بالنهاية راح تموت أو كذا. هادون موجودين كتير، وبنفس الحياة في وقعات راح نوقع وراح نخسر وراح نوقع على الأرض ونقوم مرة تانية ومرة تالتة ونوقع 100 مرة وراح نرجع نقوم مرة ولا مرة. مش هيك منعرف النجاح على أنه هو قدرتنا على الوقوف بعد كل سقطة. إذا نحن معرضين لهالوقعات لهالوقفات لهالناس المحبطون والمثبطون، المشكلة فينا بالنهاية، هل نحن قادرين نتجاوز؟ هل نحن قادرين نخلي هالعالم وهالأشخاص بعيدين عن دوائرنا؟ ولا نحن رح نستسلم لكلامهم أو نستسلم للظروف أو نستسلم لأي شيء بيصير معنا بدائرة حياتنا؟ تمام. وهدول الأشخاص المحيطين فينا ممكن تأثيرهم على حياتنا ومسيرتنا يكون إيجابي أو يكون سلبي، خلينا نميز بينهم وناخذ يعني من الضعف قوة، نحن شلون بنستفيد من الحالتين؟ هي بتعتمد على الشخص نفسه، يعني حضرتك إذا عندك ثقة بنفسك ومشتغلة على حالك وقارية وعاملة ومتابعة ومجهزة حالك وأخذ اللقاح ضد هالأشخاص وضد هالظروف للكورونا يعني هدول أصعب من كورونا. كورونا بتعرفي شو هو، بتعرفي شو لازم تعملي من الوقاية من ال بيرافقونا من لما بنخلق يمكن. بس صدقيني الأشخاص أنسى سبا هن أصعب بكتير من كورونا، لأن بيتابعوكي لعد كمامة بتفيدك ولعد شي بيفيدك معهم. منشان هيك كل ما اشتغلنا على حالنا، كل ما عملنا حصانة، كل ما نحن قادرين حياة نمشي ونقطع هدول الأشخاص ونوصل لأماكن أكثر أمان وأكثر قوة وأكثر ثقة. تماما دكتور، إذا ما نروح اليوم للأسباب، شو هي الأسباب اللي ممكن تؤدي لهذا السقوط أو للإحباط أو بشكل عام ووجود هدول الأشخاص بحياتنا؟ أولا عدم الثقة بالنفس هي أهم نقطة. إذا ما أنت مسلح حالك بثقة قوية وعارف حالك من أنت وشو مشتغل وقدي قادر تواجه ومعتبر حالك مثل جبل قاسي وما في شي بيهزك، هادون كل ما طلعوا راح تبتسمن وتمشي، بيحكوا راح يفوت من هون يطلع من هون، وقفوك راح تعتذر وتكمل طريقك. بس إذا ما في ثقة، إي والله معه حق، عن جد أنا شو بدي أساوي؟ ليش لكمل دراستي وأنا نهايتي لو درست على المجلة وراح ربي أولادي وراح أعمل؟ دائما راح يعطوك أسباب موضوعية بس ولكن ليست حقيقية بالحياة. تمام، ولكن أكيد في أخطاء نحن بنمرق فيها، لو كنا يعني مستعدين نفسياً وعلمياً وفكرياً لمواجهة الحياة، بتمرق أخطاء شائعة يمكن بمراحل حساسة. أنا هلا وأنت عم تحكي دكتور خطر ببالي إنه هي الشهادة حعلقها على الحيط مثلاً. طيب أعطيني مثال شهادة تعلقيها على الحيط. تمام، فهي واحدة من الأخطاء الشائعة يمكن اللي بنمرق فيها، شو كمان ممكن يكون في أخطاء؟ رح أحكي لك شغلة بس ما تزعلي، وقت بتعلقيها على الحيط بتكون مشكلتك. انت علقتيها على الحيط وتركتي، لاني اي شهاده في العالم هي كرتونه، مين اللي بيعطي قيمتها لهالشهاده؟ حضرتك. تماما، انت والا راح تكون فعلا كرتونه معلقه على الحيط. فبتلاقي الشباب يعني بتداولوا كثير مجموعه من الجمل، انا تبادر لبالي هالجمله، هي وحده من الاخطاء الشائعه اللي بنوقع فيها. يعني شو ممكن يكون كمان في اخطاء نحن بنحمل نفسنا هالتعب هذا بسببها؟ يعني دائما بتجيني استشارات اني دكتور نحن درسنا وعملنا وبالاخر ليك سوق العمل واقف، الواسطات كثيره، المحسوبيات كثيره، انا قدمت على 20 فرصه وما مش الحال،
أنا والله درست أو عملت أو كيف بدي أدرس، كيف بدي أمشي بهالظروف بعد حرب بعد حصار بعد كذا، كل هاد رسائل سلبية. إذن ما يؤذينا ليس الموضوع بحد ذاته، وإنما الرسائل السلبية التي نصدرها لأنفسنا عن هذا الموضوع. طيب كيف السؤال المقابل لقاله أنسى صيبة، كيف في أشخاص، كيف أستاذ بشار نجح بنفس الظروف، كيف الأنسى صيبة تجاوزت كثير مطبات وبنفس الظروف بنفس البلد بنفس المشاكل. إذن المشكلة في الشخص وليس في الظروف، المشكلة ليست بالبيت الضيق، إني والله بيتنا ضيق كيف ندرس، ليست المشكلة في ظروف البلد ولا في الاقتصاد ولا بالراتب. طيب كيف في أشخاص عم يبنوا مستقبلهم وينجحوا وهن بنفس المكان؟ مثل لما طالب يجي بيقول لك ضربونا بالرياضيات ونبلش ننشر هاي الإشاعة، طيب كيف بيطلع عندي 40 طالب آخذ العلامة الكاملة بالرياضيات؟ إذا نحن دائما مندور على علاقة مشان نعلق عليها مشاكلنا ونعلق عليها عدم نجاحنا، ما رح أقول فشلنا، عدم نجاحنا. تمام دكتور، اليوم إذا بدنا نروح لتجارب يلي بيقطع فيها أي شخص، تجارب ممكن تكون قاسية ببعض الأوقات، ممكن تأثر على شخصيته، تبدل شخصيته، طريقة تعامله مع المحيط العملي إذا بدنا نقول يلي موجود فيه. يعني هي فعلا موجودة، يعني هي موجودة ما فينا ننكرها، ولا فينا نحكي بطريقة نظرية أو نسوي الظروف هي كتير مثالية، لا هي موجودة. مثلا انا اللي بقعد بحكي بالتحفيز وبحكي بالقوه وبحكي بالثقه وبطلع على التلفزيون وبكتب وبعمل محاضرات، انا الشخص لما بحكي عن حالي انا من اكثر الاشخاص اللي خسروا وفشلوا بالحياه، من اكثر الناس اللي وقعوا وخسروا كثير محطات وفشلت فيها. انا من الناس اللي بعترف الحد الادنى انا خسران 32 سنه من عمري، خسران 13 فشل ذريع مو فشل عادي، ومع هاد امنت اني انا بملك حياتي قدرات، ربي عاطيني هدايا بعقلي قادر انا استخدمها لهي القدرات الكامنه وحيدت كل هالمشكلات. اول شغله عملتها شلتها من بالي، لاني اذا بدي ضل احكي فيها ويجي استاذ بشار يسالني شو صار معك، اللي ما بتتذكر حكيت لك عم صايب اللي صارت، بعد 5 سنين بلتقى استاذ بشار بالطريق بيقول لي شو، بقول له يا زلمه من 10 سنين ما خبرتك انا شو خسرت. اذا بدي افكر فيها رح ضل عيد نفس الموضوع وانا راح ابقى بنفس المكان، ويمكن الابشع اني ما ابقى بنفس المكان اتراجع كثير. اذا اول خطوه بدي امن بحالي، امن بقدراتي، امن اني رب العالمين خلقني لامشي، اذا وقفت بتكون مني انا. ما مثل ما بيقولوا ما بنضل واقفين على الاطلال دائما، وعم نبكي على الاطلال وبنتذكر وعملت وساويت ونحن دخلنا اسبانيا، طب خلص اسبانيا راحت، حكيني انت وين، ولا تقول لي بيك عمل وجدك عمل، قل لي انت شو عملت. تمام. يعني الانسان لا يهم استاذ بشار من اين بدا وكيف بدا ومن اي بيئه، المهم حتى اللي بياثر في الناس هو الى اين انت عم توصل، لوين بدك توصل او لوين عم تقدر توصل. تمام. دكتور حكينا عن تاثير تفكير الشخص العده يلي هو محضر لمواجهه المجتمع، خلينا نحكي على الطرف الثاني، كيف بيقدر المجتمع انه هو ياثر على الشخص بطريقه تفكيره ومسيرته؟ لأن المجتمع والطرف الثاني هن عم يحكوا بشغلات حقيقية وواقعية. لما بيجوا لعند حضرتك بيقولوا لك عشان بدك تكملي دراستك، ما حدا عم يتوظف، بتطلعي هيك صح ما حدا عم يتوظف. لما بيخبروك اني والله شو فرصتك انت عندك واسطة، بتقولي لا، بيقولوا لك اي للواسطات، بترجع لذهنك اني فعلا الامور بدها واسطة وبدها كذا، إيه هذا المشروع بده مصاري كثير، بتطلعي على جيبتك ما فيها مصاري. اذا هن عم يحكوكي على واقع، بيقولوا لك فلانة تخرجت صيدلانية وزوجها ما سمح لها لا تفتح ولا تشتغل ولا شيء وقاعدة بالبيت، تطلع أنت في 100 مثال مثل هالمثال، وهذا الميت مثال أنسسه بيخلينا ننسى 10,000 مثال إيجابي تانين. عشو منتذكر وعلى شو منحكي؟ لأن الأفكار السلبية ما بيحكوكي غير فيها، ما حدا بيقول لك أنت شخصية قوية، أنت بتملكي مهارات، ما تردي على الحكي، تابعي طريقك، صحيح هي بالبيت بس كمان عم ترجع بعد الظهر على صيدليتها، هالجانب الايجابي ما حدا بيوصل لك اياه. اذا المجتمع قادر ياثر عليك سلبا اذا ما كنت عامله حصانه، ما كنت عامله لقاح، ما كنت عامله وقايه، محطه كمامه لهالناس
حتى قادرين يأثروا لأنه بيحكوا بواقعية. تماماً. ونحن موضوع الوقاية والحاجز اللي ممكن نبنيه قديش ممكن يأثر علينا، وممكن مثلاً نوصل لمحل نصير انعزاليين عن المجتمع بشكل عام أو يروح لجانب سلبي أكثر على شخصيتنا؟ لا. يعني ليه دائماً عنا فكرة سلبية؟ إذا أنا بدي أشتغل لحالي وأقعد وأقرأ وأدرس فأنا بدي أنعزل عن المجتمع. أبداً، ما أنا مرتبطين ببعض. أنك تنمي حالك وتنمي قدراتك وتنمي مهاراتك ما لهم علاقة أبداً في أني أنا أنزل وأقعد في البيت. تمام. فيني أطلع وفيني أجي، فيني أكتب وفيني أرسم وفيني أعزف، فيني أعمل علاقات اجتماعية وعلاقات عاطفية وعيش حياتي. تمام. وبنفس الوقت هدول مسارين شغالين مع بعض، بس اللي ما بيزبطوا مع بعض ما بصير تكون رجلك في مكان سلبي والرجل الثاني في مكان ايجابي. تمام. يا هون اثنين يا هون الاثنين. تمام. تمام. فينا نسال عن العامل النفسي بكل هي الظروف، قد ايه بتعطيه نسبه دكتور؟ يعني بين تاثير المجتمع، الحقيقه اللي نحن عايشينها، التحضيرات اللي انا استعديت لواجه فيها المجتمع، نفسيتي قد ايه بتلعب دور؟ كثير مهمه النفسيه، لان العامل النفسي مهم. يعني انت محبطه او بعتي رسائل محبطه لحالك، وانت عم تامني بكل الافكار السلبيه، وانت قاعده عم تنمي هي الافكار. وانتبهي حضرتك، بنكون قاعدين بالبيت بنقول والله اليوم مطر ما راح نطلع، نفتح الشباك اوف وهوا كثير وعواصف، بعدين بنتذكر اني واحد يمرض اذا طلع، بنحكي مليون رساله سلبيه ونحن وين لسه؟ بالبيت. بعدين بنسكر الباب، بنشلح ثيابنا، بنلبس البيجامه ومنقعد على التلفزيون. إذا هي الرسائل حسب النفسية. إذا كنت محصنة، بنرجع التحصين، محصنة حالك وحاسة إني أنا بقدر أتجاوز وبقدر أمشي وبقدر تابع، الحالة النفسية هون حقيقة تتوهج. ونحن معرضون دائما أنسى صبا، لأن هذا التوهج وهي الشعلة اللي جواتنا أنها تخبو. تخبو بالحالة النفسية من رسائل الآخرين، من الواقع المري اللي عم نعيشه. تمام. من واقع الكهرباء، من واقع كله، هاد جاهز ليحبطك. تمام. وجاهز لهي الشعلة تطفي شوي شوي. بنكون هون بحاجة نحن لنعمل انطلاقة جديدة ولندور على أشخاص قادرين يرجعوا يوهجونا مرة تانية. تمام. هدول الأشخاص إيجابيين بيحبونا، هن ماشيين بنفس الطريق، إذا لازم تدوري على الأشخاص اللي مثلك، اللي بيشبهوكي، الأشخاص اللي مليانين نجاح، المليانين محبة، المليانين قدرات، وهدول نحكي معهم رح يحكوا معنا بنفس اللغة. ما نرقد عن حدا قاعد بالبيت ومقرر ما يطلع ومقرر يفشل ومقرر يقعد ومقرر يقول لسه معي 10 سنين على شو مستعجل أنا، كمان هدول رح يأثروا. إذا خيارك بأي طريق رح يحدد لك إلى أين أنت تريدين الوصول. تمام. دكتور، اليوم يعني حكينا بشكل عام عن المجتمع، عن تأثير المحيط يلي فيه، ولكن رح نرجع للمكان الأصغر اللي هو الأسرة. قديش ممكن تأثر الأسرة على الشخص في حال قرر يبدأ انطلاقة جديدة، ولكن في ببعض الأماكن يعني ضغوطات الحياة ولا ما إلى هنالك ممكن تأثر سلبا على طاقة المنزل؟ طبعا البيت مثله مثل المجتمع، هو لأنه هو أحد لبنات المجتمع وأساسيته. كمان بالبيت ممكن يكون الأهل ما هم متعلمين، وكمان بدهم ابنهم أو بنتهم ما يدرسوا ويروحوا يشتغلوا منشان يساعدوا بالمصروف، ممكن وراح ينحكى هالحكي هاد. بس كمان نرجع عليه، نفس الشخص هل هو مآمن بطريقه ولا هو راقد يستسهل الحياة؟ هل هو مآمن أني فعلا عنده هدف ذو أهمية قصوى بحياته ويستحق أنه يقاتل ويضارب ويشتغل ويلبس خفافي ويبلش رقد ويسحف على الأرض ويقع بالحفر ويطلع على القاسيون ويمشي بين القذائف ويعيش بالجوع ويمشي 200 كيلومتر ما معه فرنك بجيبته؟ هل هو هيك ولا هو جاهز لأي كلمة يمشي ويقول إيه الحمد لله أحسن قاعد في بيتي؟ إذا بنرجع ليه على الشخص نفسه، الأهل قادرين يأثروا إذا أنت مانك جاهز، قادرين يأثروا إذا أنت ضعيف، قادرين يأثروا إذا أنت ما مشتغل على حالك. وكلياتنا تعرضنا لنفس الرسائل، إني لوين رايح، حاج بهالعمر، أنا مثلاً هلأ ب62 وطالع 63 سجلت ترجمة، ما ضل حدا وما قال لي شو بدك، على شو راقد؟ بعد ما شاب حطوه بالكتاب، إيه بعد ما شاب حطوه بالكتاب، وأنا جاهز بال70
لشيب أكثر وروح على الكتاب مرة ثانية، وبالثمانين أنا جاهز لأتعلم. إذا هي جاهزيتي ورؤيتي للحياة ورؤيتي للدور اللي أنا ربي خلقني كرماله. تماما. وهل أنا عندي بصمة؟ هل أنا جاي على الحياة لأترك بصمة وما موت لما موت؟ ولا أنا جاي خلقت كبرت تزوجت ومتت؟ تمام. إذا هذا الدور أنا بختاره. الأهل رح يأثروا بس لا يمكن يخلوني قاعد بالبيت. تمام. رح يشتغلوا لي هون بإذني كام كلمة. إذا أنا جدير بالحياة ممكن ابتسم لهم وممكن خليهم يفتخروا فيني وخليهم يغيروا رأيهم إني أوف والله معه حق. ليك عم يكبر، طلع على التلفزيون عم يحكي، هاد ابنك منين بجيب هالحكي؟ وصارت معي بالبيت، منين بجيب بهالحكي؟ قالت له هو شغلته الحكي. شغلته الحكي، معليش. إذا كانت الكلمة جهاد تقصدها عمدا، هي رح ضل احكي طول حياتي. يعني دكتور قد ايه حلو النصائح اللي أعطيتنا إياها اليوم، وقد ايه روحك المرحان عم تحكي من تجربتك الشخصية طبعاً. فعلا يعني أعطيتنا هيك دافع نحن هلا تعالية الطاقة الإيجابية، حتى الشباب معنا بالكنترول عم يتشكروك على هالنصائح الحلوة. وحاكي بكتابي عن شغلات ما حدا بتجرأ يحكيها، وبالفضائية مع أستاذ ماجد الخباز حكي عن شغلات ما حدا بتجرأ يحكيها. تماما. أنا فشلت وقعت وخسرت كل شيء، وجيت إلى دمشق ومع 137 ليرة، وأكلت سندويشة يبساني متروكة بحديقة، وما بخجل. بس هذا نفس هالشخص قدر يصنع مجد ويصنع نجاح، ويصير مستشار ويصير مدرب ويصير إداري ويصير قيادي ويصير عنده مركز. إن شاء الله للأحسن دكتور، وإن شاء الله هيك أيامك خير. أكيد أكيد. اليوم الطاقة الإيجابية فرشة ما تقدر ما بيقدر أي شخص بالحياة وصلت لما وراء الكواليس. تماما أكيد. يعطيك ألف عافية، شكرا لك دكتور على هاي المعلومات والنصائح والطاقة ودهم. بكل أسف الوقت الحلو هو اللي بيمرق هيك بسرعة ما بنحس. وشغلات المقاسي بنضل متذكرة. أكيد أكيد. شكرا لك دكتور على وجودك معنا لليوم. شكرا لك أستاذ بشار وأنسة صبا. لو ما وجود ناس بيقدموا بطريقة رائعة أكيد الضيف ما قادر يطلع اللي جواته. أكيد. شكراً لك.